أهلا بكم في تتمة تمارين الدرس الخامس، الآن مع تمارين الصفحة 31. إذن التمرين 11، أكتشف الخطأ في كل عملية وأصححه. إذن العملية الأولى، سنراجع هذه العملية وسنبحث عن الخطأ وسنصححه. إذن 3 + 7 = 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 + 0 = 1 + 8 = 9. 8 + 7 = 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد. 1 + 4 = 5 + 9 = 14، وليس 13. إذا الخطأ هنا هو داروا مباشرة 4 + 9 = 13، نساو الاحتفاظ. إذا غنعود العملية هنايا وما غاديش نساو الاحتفاظ. إذا 3 + 7 = 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 + 0 = 1 + 8 = 9. 8 + 7 = 15، أكتب خمسة وأحتفظ بالواحد. 1 + 4 = 5 + 9 = 14، أكتب أربعة وأحتفظ بالواحد. 1 + 7 = 8 + 2 = 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 + 1 = 2. العملية الثانية، 7 - 8 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 17 - 8 = 9. 5 - 7 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 15 - 7 = 8. 2 - 10 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 12 - 8 = 2 وليس 3. إذا حتى هنا نساو ما ردوش السلف، داروا غير 12 - 9 عطاتهم 3. إذا ما ردوش السلف، هو هنا فين كاين الخطأ. إذا غنعاودوا العملية وغادي نصححوه. إذا 7 - 8 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 17 - 8 = 9. 5 - 7 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 15 - 7 = 8. 2 - 10 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 12 - 10 = 2. ثم 3 - 9 لا يمكن، أستلف العشرة وأرد السلف. 13 - 9 = 4. 8 - 2 = 6. الآن مع التمرين 12، إذا ألون بالأخضر بطاقة الجواب الصحيح وبالأحمر بطاقة الجواب الأقرب إلى الجواب الصحيح. إذا عندنا 42789 + 28070. إذا هنا عندنا واحد الجواب صحيح وعندنا واحد الجواب قريب من الجواب الصحيح. إذا باش نعرفوا الجواب الصحيح خصنا نجزو عملية الجمع وغادي نلقاو الجواب الصحيح. إذا غنديرو 42789 + 28070 ونجزو العملية ديالنا. 9 + 0 = 9. 8 + 7 = 15، أكتب خمسة وأحتفظ بالواحد. 1 + 7 = 8. 2 + 8 = 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 4 + 1 = 5 + 2 = 7. إذا حصلنا على 70859. إذا فين هي عندنا؟ هو هذا 70000، هي هذه 70859. إذا هذا بطاقة الجواب الصحيح، هي هذه سنلونها بالأخضر. ثم بطاقة الجواب الأقرب إلى الجواب الصحيح سنلونها بالأحمر. هل هو 7059؟ لا، هذه بعيدة. هل هو 7859؟ لا، حتى هذه بعيدة. إذا اللي قريبة للجواب هي
70,759. إذن سنلونها باللون الأحمر. ثم العملية الثانية، لدينا 814 زائد 387 زائد 493. نديروا عملية الجمع ونشوفوا الجواب من هنا، نلونوه باللون الأخضر. إذن 814 زائد 387 زائد 493. إذن 4 زائد 7 تساوي 11 زائد 3 تساوي 14. أكتب 4 وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 8 10 زائد 9 19. أكتب 9 وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 8 9 زائد 3 12 زائد 4 16. إذن المجموع اللي حصلنا عليه هو 1694. و 1694 عندنا هي هذه. إذن سنلونها باللون الأخضر. ثم بطاقة الجواب الأقرب إلى الجواب الصحيح، هل هو 2694؟ لا، هذه بعيدة. 1594 نعم، 1093 هذه بعيدة. إذن هذه هي الأقرب إلى الجواب، سنلونها باللون الأحمر. الآن مع عمليات الفرق. إذن لدينا 6924 ناقص 1487. إذا نديروا العملية ونبحثوا على الجواب. إذا قلنا 6924 ناقص 1487. إذا 4 ناقص 7 لا يمكن، أستلف العشر وأرد السلف. 14 ناقص 7 تساوي 7. 2 ناقص 9 لا يمكن، أستلف العشر وأرد السلف. 12 ناقص 9 تساوي 3. 9 ناقص 5 تساوي 4. و 6 ناقص 1 تساوي 5. إذن الفرق اللي حصلنا عليه هو 5437. إذن هي هذه 5437، سنلونها باللون الأخضر. ثم الجواب الأقرب إلى 5437 ليس هو 547 ولا 3217، بل هو 5007. إذن سنلونه باللون الأحمر. الآن لدينا 37254 ناقص 12968. إذن 4 ناقص 8 لا يمكن، استلف العشرة وأرد السلف. 14 ناقص 8 تساوي 6. 5 ناقص 7 لا يمكن، استلف العشرة وأرد السلف. 15 ناقص 7 تساوي 8. 2 ناقص 10 لا يمكن، استلف العشرة وأرد السلف. 12 ناقص 10 تساوي 2. 7 ناقص 3 4. 3 ناقص 1 تساوي 2. إذن 24286 هو الجواب الصحيح. إذن هو هذا، سنلونه باللون الأخضر. ثم الجواب الأقرب هو 23286، سنلونه باللون الأحمر. ننتقل إلى التمرين 13. إذن أملأ البطاقات الفارغة بالمجموع المناسب. إذن غنجمعوا كل هادو اللي عندنا في هاد هنا هكا بشكل افقي،
غنجمعوهم ونديروا المجموع ديالهم هنايا، وهادو اللي عندنا هكا بشكل عمودي غنجمعوهم ونديروا المجموع ديالهم هنايا. اذا نبداو نخدموا على هادو اللي بشكل افقي هكا. اذا غنبداو نديروا 6153 زائد 8351. اذا 3 زائد 1 تساوي 4، 5 زائد 5 تساوي 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 3 5، 6 زائد 8 تساوي 14. اذا هاد 14 غنزيد عليها هذا 25424. اذا 4 زائد 4 8، 0 زائد 2 2، 5 زائد 4 9، 4 زائد 5 9، 1 زائد 2 تساوي 3. اذا هاد المجموع هذا غنزيد عليه هذه 16574. وندير عملية الجمع. اذا 8 زائد 4 12، اكتب 2 واحتفظ بالواحد. 2 زائد 1 3 زائد 7 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 زائد 9 10 زائد 5 15، اكتب 5 واحتفظ بالواحد. 1 زائد 9 10 زائد 6 16، اكتب 6 واحتفظ بالواحد. 1 زائد 3 4 زائد 1 تساوي 5. وهذا المجموع ايضا غنزيد عليه هذا المجموع، المجموع اللي هو 154240. اذا 2 زائد 0 تساوي 2، 0 زائد 4 4، 5 زائد 2 7، 6 زائد 4 10، اكتبوا الصفر واحتفظوا بالواحد. 1 زائد 5 6 زائد 5 11، اكتبوا الواحد واحتفظوا بالواحد. 1 زائد 1 2. إذا المجموع اللي حصلنا عليه هكذا هو 210741. ثم الآن غنجمعوا المجموع اللي عندنا في هذا السطر الثاني أفقيا هكذا. إذا غنديروا 2505 زائد 6008، 5 زائد 8 13، اكتب 3 واحتفظ بالواحد. 1 زائد 0 زائد 0 تساوي 1، 5 زائد 0 5، 6 زائد 2 8. ثم غنزيد عليها هذا العدد 13058. اذا 3 زائد 8 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 5 7، 5 زائد 0 5، 8 زائد 3 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2. إذن عندنا 21571 زائد هذا العدد 23838. إذا 1 زائد 8 9، 7 زائد 3 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 زائد 5 6 زائد 8 14، اكتب 4 واحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 3 5، 2 زائد 2 تساوي 4. ثم غنزيد عليها هذا العدد 43780. إذا 9 زائد 0 9، 0 زائد 8 8، 4 زائد 7 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 1 زائد 5 6 زائد 3 9، 4 زائد 4 تساوي 8. إذا المجموع اللي حصلنا عليه هنايا هو 89189. الآن غنجمعوا الأعداد اللي عندنا في السطر الثالث هكذا. إذن عندنا 1728 زائد
7914. إذن 8 + 4 = 12. أكتب 2 وأحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3 + 1 = 4. 7 + 9 = 16. أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 1 + 1 = 2 + 7 تساوي 9. ثم غادي نزيد عليها هذا العدد 24358. 2 + 8 تساوي 10. اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 + 4 = 5 + 5 = 10. اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 + 6 = 7 + 3 = 10. اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 + 9 = 10 + 4 = 14. اكتب 4 واحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3. إذن 34000 غنزيد عليها 97627. إذن 0 + 7 = 7. 2 + 0 = 2 = 2. 0 + 6 = 6. 4 + 7 = 11. اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 1 + 3 = 4 + 9 تساوي 13. ثم أخيرا غنزيد عليه هذا المجموع اللي هو 1045. إذن 7 + 5 تساوي 12. أكتب 2 وأحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3 + 4 تساوي 7. 6 + 0 = 6. 1 + 1 = 2. 3 + لا شيء = 3. و 1 + لا شيء = 1. إذا المجموع اللي حصلنا عليه هو 132672. إذا الآن غادي نجمعوا هاد الأعداد هادو وغنديروا المجموع ديالهم هنايا. إذا عندنا 210741 زائد 89189 زائد 132672. إذن سننجز عملية الجمع. إذن 1 + 9 = 2 = 12. اكتب 2 واحتفظ بالواحد. 1 + 4 = 5 + 8 = 13 + 7 = 20. اكتب الصفر واحتفظ باثنان. 2 + 7 = 9 + 11 + 6 = 16. اكتب الستة واحتفظ بالواحد. 1 + 9 = 12. اكتب 2 واحتفظ بالواحد. 1 + 1 = 2 + 18 + 3 = 13. اكتب 3 واحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3 + 1 = 4. إذا المجموع هو 432602. الآن سنجمع هذه الأعداد أفقيا أو عفوا عموديا وغنديروا المجموع ديالها هنا. إذا عندنا 6153 زائد 2505 ونزيد عليها حتى زائد 1728. إذا 3 + 5 = 8 + 8 = 16. أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 1 + 5 = 6 + 2 = 8. 1 + 5 = 6 + 7 = 13. أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 1 + 6 = 7 + 2 = 9 + 1 = 10. إذن المجموع هو 10386. الآن سنجمع هذه الأعداد. إذن لدينا 8351 + 6008
زائد 7914. إذن 1 + 8 = 9 + 4 = 13. أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 1 + 5 = 6 + 1 = 7. 3 + 9 = 12. أكتب 2 وأحتفظ بالواحد. 1 + 8 = 9 + 6 = 15 + 7 = 22. إذا المجموع ديال هاد الخانة هو 22273. 273. ثم غنجمعوا ديال هاد الخانات هادو. إذا عندنا 25424 زائد 13058 زائد 24358. إذن سنقوم بعملية الجمع. 4 + 8 = 12 + 8 = 20. أكتب الصفر وأحتفظ باثنان. 2 + 2 = 4 + 5 = 9 + 5 = 14. أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 1 + 4 = 5 + 3 = 8. 5 + 3 = 8 + 4 = 12. أكتب 2 وأحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 2 = 6. إذا المجموع هو 62840. 840. ثم سنجمع أيضا هاد اللي عندنا في هاد العمود هادو لو في هاد الأعمدة. إذا عندنا 16574 زائد 23838 زائد 97627. إذا 4 + 8 = 12 + 7 = 19. أكتب 9 وأحتفظ بالواحد. 1 + 7 = 8 + 3 = 11 + 2 = 13. أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 1 + 5 = 6 + 8 = 14 + 6 = 20. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 + 6 = 7 + 13 = 7 = 17. أكتب 7 وأحتفظ بالواحد. 1 + 1 = 2 + 2 = 4 + 9 = 13. إذا المجموع هو 137039. ثم أخيرا غنجمعوا هادو اللي عندنا هنايا في هاد الجهة. 154240 زائد 43780 زائد 1045. إذا 16. أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 1 + 2 = 3 + 7 = 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 4 + 3 = 7 + 2 = 9. 5 + 4 = 9. 1 + لا شيء = 1. إذا 199565. إذا حتى هادو إلا جمعناهم هكذا غنلقاو نفس المجموع اللي راه عندنا هنايا اللي هو 432602. لأنه هو اللي غادي نلقاو. الآن ننتقل إلى التمرين 14. إذا اشترى شخص من بائع التجهيزات المنزلية فراشا قدره 6150 درهما وثلاجة
يزيد ثمنها ب1150 درهما عن ثمن الفراش، وآلة غسيل بمبلغ 3150 درهما، وطاولة وستة كراسي بمبلغ 2700 درهم. إذا ما ثمن شراء الثلاجة؟ إذا إلا بغينا نحسبوا ثمن شراء الثلاجة ركزوا معايا مزيان. الفراش الثمن ديالو 6150 درهما، وثلاجة يزيد ثمنها عن ثمن الفراش ب 1150 درهما، يعني الثلاجة الثمن ديالها أكثر من ثمن الفراش ب 1150 درهم، بمعنى ثمن الفراش وزيد عليه 1150 درهم، عاد غنلقاو ثمن الثلاجة. إذا غنديرو 6150 زائد 1150، عاد غنلقاو ثمن الثلاجة. إذا ممكن نديرو العملية هنا أفقيا، إذا 6150 زائد 1150، إذا 0 زائد 0 0، 5 زائد 5 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 1 2 زائد 1 تساوي 3، 6 زائد 1 تساوي 7، إذا ثمن الثلاجة هو 7300 درهم، هذا هو ثمن الثلاجة. ثم بكم يزيد ثمن الثلاجة عن ثمن آلة الغسيل؟ إذا هنا لا بغينا نعرفوا الثمن ديال الثلاجة أكثر من بشحال زايد على ثمن آلة الغسيل، خصنا نديروا عملية الفرق عملية الطرح ونحسبوا الفرق بيناتهم. إذا غنديروا 7000، نديروا ثمن الثلاجة ناقص ثمن آلة الغسيل اللي هو 3150 درهما، وغادي نلقاو شحال الثلاجة شحال زايدة على آلة الغسيل. إذا قلنا 7300 ناقص 3150 درهما، إذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 لا يمكن، استلف العشرة وأرد السلف، 10 ناقص 5 تساوي 5، 3 ناقص 2 تساوي 1، 7 ناقص 3 تساوي 4، إذا أكثر منها زايدة عليها ب 4150 درهما. ثم السؤال الأخير، ما المبلغ الإجمالي الذي أداه هذا الشخص للبائع؟ إذا باش نحسبوا المبلغ الإجمالي اللي أداه هذا الشخص للبائع، غنديروا نجمعوا الأثمنة كاملين. إذا الأثمنة عندنا 6000، إذا عندنا 6150 درهما هو ثمن الفراش، ثمن الثلاجة 7300 درهم، آلة الغسيل ثمنها هو 3150 درهما، والطاولة والكراسي ثمنها هو 2700 درهم. إذا غنديروا عملية الجمع هنايا، وغادي نلقاو المبلغ الذي أداه هذا الشخص للبائع. إذا 0 زائد 0 زائد 0 0، 5 زائد 5 تساوي 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 1 2 زائد 3 5 زائد 1 6 زائد 7 تساوي 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 6 تساوي 7 زائد 7 14 زائد 3 15، أو عفوا زائد 3 تساوي 17 زائد 2 تساوي 19. إذا المبلغ الذي أداه هذا الشخص للبائع هو 19000 درهم و 300 درهم، هذا هو المبلغ الذي أداه هذا الشخص للبائع، وعملية الجمع ها هي دي أمامكم. إذا إلى هنا ننهي هذا الدرس، شكرا لكم على حسن الانتباه والمتابعة، نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله.